فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنزل في القرآن 10 رضعات محرمات ثم نسخن ب5. يقول السائل: أين نجد ذلك في القرآن؟ نعم، يقول: في حديث عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن 10 رضعات. لا، في الحديث، ما هو في القرآن، في الحديث، حديث عائشة في الصحيح. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.